السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، اش اخباركم؟ نتمنى جميع المشاهدين لاله خارج بيوتيوب يكونوا على خير وبخير. سنة سعيدة تدخل عليكم بالصحة والسلامة ورزق وتيسير بكل امان لكل واحد يحق اللي تيبغي. اليوم ان شاء الله نوجد لكم واحد الحلوة رائعة محبوبة الاطفال الكبار والصغار، حلوة بانطاخت عادية في البيت ديالك تقدري توجديها بواحد لاجينواز سهلة جدا بمقادير سهلة وموجودين في اي مطبخ مغربي. بسم الله على بركة الله نوريكم انطاخت اللي غادي نصاغب اليوم بواحد لاجينواز سهله وتجي رائعه ومذاق رائع جدا، زائد الكخيم شونتي غادي نحضروه غنوريكم كيفاش تحضروه، وزائد الكلاصاج لامع بطريقه جميله وبتغيري لا كولور تغيري دير الالوان اللي بغيتي والديزاين وهادشي باي واحد شنو اي حاجه عندك موجوده في البيت ممكن تزوقي بها. انا مو مزوقت بهذاك الشيء اللي عندي في البيت ديالي. بسم الله على بركه الله ندوزوا المقادير وتحضير الطبخ ديالي، نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات، كلكم اش اخباركم؟ كي دايرين؟ نتمنى جميع المتابعين لاله خارج بيوتي يكونوا على خير وبخير. بسم الله على بركه الله، كيف ما قلت لكم اليوم غادي نحضر لكم لاجينواز بطريقه سهله وطريقه مبسطه كل سيده ممكن تحضرها في البيت ديالها. اول حاجه بسم الله نشوفوا المقادير اللي غادي نخدموا بها. عندنا 4 البيضات بحراره المطبخ، عندنا معلقه كبيره ديال النشا، عندنا 7 غرام ديال فاني، عندنا رشة ملح، عندنا 150 غرام ديال سنيدة رقيقة، عندنا 125 غرام ديال الطحين رقيق، الطحين الممتاز ديال الحلوة. بسم الله على بركة الله، أول حاجة ناخدو البول نديرو فيه 4 البيضات ديالنا بحرارة المطبخ. بسم الله يكونوا كبارين، هاد 4 البيضات كبارين، نزيدو عليهم السنيدة ونطحنوهم مزيان بالباتور اولا بال بسم الله. البنات دابا غنطربوا 4 البيضات مع الكاس ديال السنيده، طربوهم مزيان تيطلعوا لينا بحال الثلج. هنا تشوفوا البنات هي تطلع تطرب البيض مزيان، كما تشوفوا البنات انا طلعت ديجا البيض بهاد الطريقة هادي، شوفو كيف ولا بحال التلج، هزي بحال هكا وديري بحال هكا لاشتي تيهبطنيش أنا متيتقطاش عرفي بأن لاجينواز ديالك مزيانة، البيض راه كضربتيه مزيان. دابا غادي نغربلو طحين، 125 غرام ديال الطحين غنغربلها ضروري نغربلوها، غنضيفو عليها هديك معلقة كبيرة ديال النشا، زائد رشة الملح و 7 غرام ديال فانيلا في التنسيم، ضروري تغرب ليها. دابا غنبقاو نضيفو بشوية بشوية على جينواز ديالنا، نضيفو بشوية بشوية وناخدو واحد سباتيل ولا فوي ولا معلقة ديال الخشب ونبقى نضيف بشوية بشوية. نقرب لكم الكاميرا، بسم الله ندير معلقة، ندير بحال هكا من الفوق لتحت من الفوق لتحت، هاد لاجينواز تجي رائعة، تجي فليكيك غزالة، تجي ديك لاباط خفيفة ورائعة جدا وسهلة، ممكن أي سيدة تحضرها في البيت ديالها، نتمنى السيدات تجربوها وما يتبعوا الخطوات والعبارات اللي عطيتكم. بهاد الطريقة من التحت للفوق البيض ديالنا ما يهبطش، والنواس ديالنا يا البنات واجده كيف ما تتشوفوا، ها هي
تجي رائعة وخفيفة. ديجا انا حطيت صفيحه ديال الفرن ديالي اللي عندي، درت فيها بابي كويسون، درت في الجوانب واحد شويه الزبده غير باش هاد البابي وما يتحركش ليا من كون تنحط لا جينواز ديالي بحال هكا. الا عندك بابي كويسون كنتي عارفه ماشي كاليتي مزيانه ممكن تدهني، الا كان عندك كاليتي مزيانه ما تدهني ما والو، حتى بابي كويسون خوي عليه لا جينواز ديالي. يلا بسم الله. ناخذ سباتشي ونخويو لا جينواز ديالنا بهذه الطريقه. بسطوها على الصفيحة اللي عندنا، حاولوا ما نخليو حتى شي فراغ، تجي متساوية بالخصوص الا كنتي غادي تستعمليها ديري بها لابيش ولا شي حاجة خاصها تكون متساوية، اما اللي كتعملي بها انطاخ راه غادي تقطع ولا تقاد. الطريقه هذه حاولوا ما نخليو حتى شي فراغ. كما قلت لكم البنات لا جينواز ما تطيبش بزاف، غير تتحمر شي شويه، غير تتصفر ماشي تتحمر. غنخليوها تقريبا كاع نحسبوا ليها واحد 10 دقائق ونخرجوها باش ما تحمرش لينا بزاف، قد ما طابت قد ما تبقى تكسر بزاف. الجينواز ديالنا هي هذه جاهزه، دابا غندخلوها الفرن على درجه 180 درجه ونخليوها واحد 10 دقائق، من 8 دقائق حتى 10 دقائق ونشوفوا الطريقه النهائيه للجينواز ديالنا. يلا الجينواز ديالنا ها هي وجدات، ما نخليوهاش تحمر بزاف، غنجبدها دابا من الفرن. هي هذه الجينواز من بعد ما جبدناها من الفرن، نخليوهاش طيب بزاف، غير تتصفر بهذه الطريقه هذه. نحيدو بابي كويسون شويه كما تشوفوا بهذه الطريقه رائعه. يا هادي البنات انا راجل وزيري خرجت من الفران، ما خليتهاش طيب بزاف غير صفيفره بحال هكا، ضروري خصكم تسقيوها باش ما تجيش يابسه وتجي هشيشه. انا غنحط واحد الكراميل درته، غير درت واحد جوج مغارفات كبارين ديال السنيده مع واحد معلقه صغيره ديال الماء، خليتها تولي كراميليزي، من تولي كراميل غنزيد عليها واحد القطره ديال الحليب وغنسقي بها. وممكن السقوه تسقيها باي سقوه، اي سقوه عندك في البيت ممكن ديري سنيده والماء، ممكن تسقيها بعصير الليمون، اي سيده كيف ما تبغي، ضروري نسقيوها البنات. انا غادي نسقيها دابا، ديجا غادي نوجد واحد الحلوه ديال لاكريم اليوم، خليكم معايا. السيروم ديالنا ها هو جاهز، نسقيو به لا جينواز ديالنا. نسقيوها وهي سخونة باش تجي فتية تجي هشيشة.
البنات ندوزو للتزيين. انا باش غنزين اليوم الحلوه ديال الكريم ديالي، عندي هنا الشونتي، عندي كريم شونتي. انا تنفضل ناخذ هذا الكريم شونتي بودر، تيجي ساهل في الاستعمال وما ياخذش وقت بزاف في التطراب. حتى كاين هذاك الكريمه سائله وكاينه كريمه بودره، مي انا تنفضل هاد لاكريم هادي ساهله في التحضير. عندي هنايا 100 غرام ديال الكريمه، غادي ان شاء الله غادي نطحن، غادي نطربها بكاس كبير ديال الحليب بارد. ضروري يكون الحليب بارد باش تطلع لنا الكريمه دغيه. ربع اطر ديال الحليب، عندنا معها معلقه ديال الحليب مركز كاضافات. ممكن تطحني الكريمه بوحديتها، انا تنفضل انني ندير معاها الحليب مركز وندير معاها جبنه، جبن سائل. انا اليوم ما عنديش جبن سائل، غادي نستخدم ثلاثه الفرماجات غنعوض بهم الجبن السائل باش تجي هذيك الكريمه لذيذه وفيها واحد المذاق رائع جدا. بسم الله على بركه الله. ناخذوا الكريمه ديالنا، نديروها في واحد البول، ناخذوا ربع اطر ديال الحليب بارد. دائما تنقول لكم يكون الحليب بارد الا بغيتي تطحني الكريمه، تجي سائله ودغيا تتجمع. ناخذ معلقه كبيره ديال الحليب مركز، ممكن تطلعي الكريمه بلا هذا الشيء بلا هذه الاضافات. انا تعجبني هذه الكريمه تطلع فيها واحد لوغو رائع مغاير على الكريمه العاديه. الفرماجات اولا جبن، الى عندك الجبن اولا فرماج سائل، تطلع الكريمه رائعه ومتماسكه. خليوها تبرد شي شويه ومن بعد ندوزو للتحضير. شوفوا لا جينواز ديالي كيفاش غادي نحضرها، كيفاش غنطلع واحد الحلوه ديال الكريم رائعه وبالتزيين اختياري اكيد. بسم الله، طربوها مزيان. الكريمه ديالي اللي وجدت معكم هي هذه، ها هي واجده كيف ما تتشوفوها البنات. غادي ندخلها شويه المجمد تماسك شي شويه، عاد نكملوا بها التحضير لاجينواز ديالنا. عندي ليها بلاستيك الغذائي نغطيها ونخشيوها في المجمد واحد شي شويه، واحد 20 مينيت بحال هكا، وديك الساعه نكملوا بها الاستعمال ديالنا.